المتحصل بعد شهادة الأعداء وألد الأعداء، بعد شهادة أبي لهب وأبي جهل والوليد بن المغيرة وقريش الكفار والمشركين، وشهادة أبي سفيان على صدق وأمانة وفضائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قبل البعثة ومنذ صباه، وكذلك شهادة غير الأعداء وشهادة أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم، وفوق ذلك شهادة القرآن المجيد بصدقه وأمانته وأخلاقه الفاضلة، وإنك لعلى خلق عظيم. هذا هو المتحصل بعد شهادة الأعداء وألد الأعداء أبي لهب وأبي جهل والوليد بن المغيرة وقريش الكفار والمشركين، وشهادة أبي سفيان على صدق وأمانة وفضائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قبل البعثة ومنذ صباه، وكذلك شهادة غير الأعداء وشهادة الأصحاب وشهادة أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم، وفوق ذلك شهادة القرآن المجيد بصدقه وأمانته وأخلاقه الفاضلة العظيمة، وإنك لعلى خلق عظيم. فهل يعقل أنه صلى الله عليه وآله وسلم يهدم كل ذلك التقديس والنورانية بأن يأمر بالكذب والغش والسب واللعن والطعن والقذف والغيبة والبهتان والمكر والخيانة والغدر؟ بعد تلك الشهادات، شهادة الكفار، شهادة الأعداء، شهادة أبي سفيان، شهادة غير الأعداء، شهادة الصحابة، شهادة القرآن، بعد تلك الشهادة بصدق النبي وأمانة النبي وأخلاق النبي وعظمة النبي، فهل يعقل أنه صلى الله عليه وآله وسلم يهدم كل ذلك التقديس والنورانية بأن يأمر بالكذب والغش والسب واللعن والطعن والقذف والغيبة والبهتان والمكر والخيانة والغدر، ويربي أهل بيته وأصحابه صلى الله عليه وآله وسلم على الكذب والخيانة؟ هل يعقل بأنه يأمر بالكذب والغش؟ وهل يعقل بأن يربي أهل بيته وأصحابه على الكذب والخيانة؟ هل يوجد هذا الطرح؟ هل يوجد هذا الكلام؟ هل يوجد هذا المنطق؟ نعم، يوجد عند القبورية، عند شيعة القبور، عند الشيعة القبورية، عند مراجع الشيعة، عند مراجع القبورية، في تراث القبورية، في واقع القبورية، في سيرة القبورية، في سلوك القبورية، في أخلاق القبورية. إذن بعد تلك الشهادات، فهل يعقل أنه صلى الله عليه وآله وسلم يهدم كل ذلك التقديس والنورانية بأن يأمر بالكذب والغش والسب واللعن والطعن والقذف والغيبة والبهتان والمكر والخيانة والغدر، ويربي أهل بيته وبأن يربي أهل بيته وأصحابه على الكذب والخيانة؟ هل يعقل هذا؟ هل يعقل أنه يهدم كل ذلك التقديس بأن يأمر بالكذب والغش ويربي أهل بيته وأصحابه صلى الله عليه وآله وسلم على الكذب والخيانة ورذائل الأخلاق، فيقول لهم أكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيع وباهتوهم؟ هل يعقل هذا؟ لا يعقل. هل يعقل هذا؟ لا يعقل، من المستحيل أن يفعل هذا. فهل يعقل أن الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم صاحب الخلق العظيم يأمر بالكذب والخيانة وسوء الخلق؟ فهل يعقل أن الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم صاحب الخلق العظيم يأمر بالكذب والخيانة وسوء الخلق؟ لا يعقل هذا، لا يمكن هذا، لكن هذا موجود في كتب الشيعة، في تراث الشيعة، في سلوك الشيعة، في سيرة الشيعة، في أخلاقيات الشيعة، في واقع الشيعة، الشيعة القبورية، شيعة القبور.